رأي الشرع والإسلام في التاتو؟ هل الفقهاء تشددوا بهذا الموضوع بسبب طبعا الحديث لعن الله ما الواشمة. بيسوي آخر شيء والواشمة والمستوشمة، فاللعن يدل على أنه الموضوع كبير والحديث صحيح، فالفقهاء المذاهب الأربعة طبعا على تحريمه، كلهم نعم كلهم الأربعة على تحريمه طبعا، إلا في استثناءات معينة للتطبيب لشيء يعني يمكن نحكيها بعد شوي، بس هو بشكل أساسي إذا حرام. كان فقط للتجمل هو حرام، خاصة لما يكون مثل ما تفضلت يعني إنه يكون بشكل دائم، فهي الأسباب. فأسباب التحريم في منهم قالوا للعقيدة، إنه بسبب العقيدة، بس الحقيقة إذا ما كان الوشم نفسه في شيء منافي للعقيدة فلا طبعا، يعني مو هذا السبب الأساسي. السبب الأساسي مثل ما تفضلت الدكتورة تغيير خلق الله، يعني الإسلام لا يقبل أبدا بأي تغيير، والحقيقة أنا دائما بلاقي الدين يتماشى مع الحياة، فهي كمان نقطة كتير مهمة لما يندم الولد، لأنه هو هلأ صغير يمكن يحط وشم وبعدين يمكن هو مقتنع بالوشم بس يحط وشم تاني بس ما عاد يقدر، فالإسلام دائما دائماً بيحسب حسابات لقدام، صح. فهذا حكم لصالح الناس بالآخر، صح. نعم صح. في شيء بيقولوا أنه مشان احتباس النجاسة، لكن هاي الأحناف خالفوا هذا وقالوا أنه هي مالة نجاسة، يعني هذا من ضمن أسباب التحريم. لا طبعاً ما يعتبر نجاسة، لأنه من زمان لسه الطب ما كان تقدم، ففقهاء المذاهب الثلاثة الشافعي والحنابلة شو المذهب، المهم أن الأحناف الوحيدين اللي قالوا أنه لا، هي ليست العلة احتباس النجاسة لكنه حرام، الوشم حرام.